السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في موضوع جديد ودرس مهم سوف نتطرق فيه بإذن الله إلى طريقة لحجب المواقع الإباحية عن الشبكة ككل في المنزل، ومراقبة أبنائك وأهلك ومنعهم من تصفح الإنترنت بشكل سلبي، وتجعل الإنترنت شيء مفيد في البيت لا شيء مضر وضار. كل ما علي فعله هو الذهاب أسفل إلى رمز الواي فاي الذي يوجد به الواي فاي، أضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم أضغط Open Network and Sharing Center. Open Network and Sharing Center. أعتقد أن الأمر مفهوم. كل ما علي فعله هو اختيار الشبكة التي متصل بها، ثم اختار Property. من Property انزل الى اسفل Internet Protocol Version 4، اختار مرتين، اضغط مرتين متتاليتين، اتي الى اسفل هنا Use the following DNS server address. كل ما علي فعله هو إدخال الأرقام التالية التي سوف أترك لك نموذج عنها في الوصف. 67 222. آسف على هذا الخطأ. 67 222 123. أعيد الرقم الآخر وهو ليس نفس الرقم. 67 222 123، وأقول له أوكي أوكي كلوز. وبإذن الله سوف يتم حجب المواقع الإباحية عن الشبكة. وحتى لا أتكلم معكم من فراغ سوف أقدم لك الدليل. سوف أفتح متصفح خاص ثم أحاول الدخول لأحد المواقع الإباحية لتشاهد بنفسك أنك لن تستطيع الدخول إليها على الإطلاق، ثم تأتيك واجهة الخدمة المقدمة من طرف OpenDNS. فكما تشاهدون معي إخواني أحبابي، فإنك لن تستطيع الدخول إلى الموقع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.